بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس، خصوصا أن احنا يعني بقالنا كذا يوم في استقرار في حالة الجو في الصبح وكمان بالليل. بالفعل يمكن الأيام الماضية كانت الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، لكن اعتبارا من اليوم فرص الأمطار هتبدأ تظهر في بعض المناطق الموجودة في الجمهورية، لأن احنا على مدار هذا الأسبوع وخاصة مع بداية الأسبوع هتكون في فرص أمطار وأجواء شتوية في معظم المحافظات الموجودة في الجمهورية. يمكن اليوم نلاحظ وجود غطاء سحابي في أغلب المحافظات. الغطاء السحابي ده هيؤدي لي يعني حجب أشعة الشمس على مدار اليوم، فهيساعد إن احنا نحس بالأجواء الشتوية بشكل كبير، وهيكون كمان طبعا معاه فرص لسقوط الأمطار. الأمطار هتبدأ على المناطق الغربية بشكل كبير، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، بعض المناطق من الصحراء الغربية، وأيضا محافظات شمال الوجه البحري. كمان الأمطار هتمتد خفيفة لبعض الأماكن الموجودة في جنوب الوجه البحري، مدن القناة، القاهرة الكبرى. القاهرة الكبرى اليوم فيها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة، يمكن الأمطار مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية في أي منطقة من مناطق الجمهورية. مع سقوط الأمطار كمان هيكون في إحساسنا بانخفاض قيم درجات الحرارة، لأن احنا قلنا السحب هتحجب أشعة الشمس، فده هيحسسني بانخفاض قيم درجات الحرارة. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع إن هي تكون 22 درجة مئوية فترة النهار، فبالتالي إحساسي بالطقس الشتوي المائل للدفء في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد ممكن يكون مائل للحرارة على شمال الصعيد، هيظل حار على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد ده خلال فترة النهار. خلال فترات الليل كمان مع الغياب التام لأشعة الشمس هيكون في انخفاض قيم درجات الحرارة وإحساسنا بالبرودة والأجواء الباردة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة كمان فترة الليل متأخر فترات الصباح الباكر، لأن كمان مع فترة المساء وساعات الليل هيكون في نشاط رياح في أغلب محافظات شمال البلاد. نشاط الرياح ده يحسسني أكثر بانخفاض قيم درجات الحرارة والبرودة فترات الليل. هل هي محملة برمال وأتربة؟ لا خالص، انه اليوم نشاط الرياح غير محمل باي اتربه ورمال مصاره الحمد لله، هو فقط بس هيحسسنا بانخفاض قيم درجات الحراره، وكمان مش هيأثر تماما على حركه الملاحه البحريه على البحرين. البحرين معتدلين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. مهم جدا بس ناخد بالنا من فرق قيم درجات الحراره بين النهار والليل، ما زال موجود، وخاصه ان احنا في 72 ساعه اللي جايه الاجواء هتكون اجواء شتويه بشكل كبير، هيكون في استمرار لنشاط الرياح في معظم محافظات الجمهوريه خلال الايام اللي جايه، ده هيحسسني بالبروده بشكل كبير، فعشان كده احنا بننصح بعدم تخفيف الملابس واستمرار ارتداء الملابس الشتويه. وصحيح لحد دلوقتي الشمس ما ظهرتش لحد اللحظه دي في بعض المناطق، هل ده مستمر لحد امتى؟ هو مستمر معانا على مدار اليوم، لان احنا قلنا في غطاء سحابي بشكل كبير من السحب العاليه والمنخفضه والمتوسطه، وجود السحب دي هتحجب اشعه الشمس على مدار اليوم، ويمكن يكون معاها امطار بشكل متفاوت مش هيأثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه، وهيساعد ان احنا نحس بانخفاض قيم درجات الحراره والاجواء الشتويه، عشان يبدا تاثير المنخفض الجوي بشكل كبير من بكره لحد ان شاء الله، لان احنا طبعا توقعنا واحنا عندنا نشراتنا ان في بعض التقلبات الجويه هنبدا نشوفها بشكل كبير ومؤثر الحد والاثنين والثلاث، هيكون في زياده كميات الامطار، ويمكن اغلب محافظات الجمهوريه هيكون عليها سقوط امطار من غدا الاحد ان شاء الله بشكل كبير ومؤثر. طبعا هيكون في نشاط للرياح على اغلب الانحاء هيزود احساسنا بالبروده، فاحنا في ال 72 ساعه اللي جايه هنحس بالاجواء الشتويه بشكل كبير، ولازم ناخد احتياطاتنا بشكل كبير اذا كان مع سقوط الامطار
او حتى كمان ارتداء الملابس الشتويه على مدار اليوم كله. يمكن تاثير الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر مش هياثر بشكل كبير على حركه المرور. وجود الشبوره المائيه فهي شبوره مائيه خفيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المستوصفات المائيه، وبتتلاشى مع الساعه 7 8 صباحا، بتتلاشى تماما من على الطرق، وكمان مش هتاثر تماما على حركه المرور. المهم بس في الفتره دي من السنه ان احنا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، وبناكد ثاني عدم تخفيف الملابس حتى تستقر قيم درجات الحراره. نشكرك شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 22 والصغرى 13، العاصمه الاداريه 23 12، اسكندريه 19 11 والعلمين جديده 19 12، مطروح 19 10 ودمياط 20 13، بورسعيد 19 12، الاسماعيليه 23 12. نروح لسويسرا، العظمى فيها 23 والصغرى 13، العريش 21 10 وكاترين 20 7 وطابة 24 14، حلايب 27 20، شلاتين 29 19، شرم الشيخ 28 17، الغردقة 28 16. الفيوم العظمى فيها 27 والصغرى 14، بني سويف 28 12، الوادي الجديد 34 13، واسيوط 30 13، سوهاج 31 13، وقنا 33 15، الاقصر 35 16، واخيرا اسوان العظمى فيها 35 والصغرى 17. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه. وعلى طول هنروح لجمانه ومحمد نكمل معاهم فقراتنا. شكرا ليكي لمياء.